كواكب الفردوس هذه من رب إيسوس ليقدر البرموس بنيوت أفاكيريلوس اختاره عمانوئيل آثر أن يستقيم ليكون خادم الإنجيل بنيوت أفاكيريلوس رشح للأسقوفية فغدر الإكليريكية مفضلا البرية بنيوت أفاكيريلوس فضل حياة الخلود سالت طريقا قربا أعطاه الله حكمة بنيوت أفاكيريلوس وأشفق عليه الآباء صلى القديس برجاء سندته عنايات السماء بنيوت أفاكيريلوس فرج الرهبان السبعة فوهب نفس الخدمة الذين طردوا بالقوة بنيوت أفاكيريلوس ولما جاء الحين رجع الرهبان فرحين إلى درهم مسرعين بنيوت أفاكيريلوس صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاه الله معونة بنيوت أفاكيريلوس أرشده عمانوئيل قام دعم الجليل في درء أنبا صموئيل بنيوت أفاكيريلوس اختارته عناية الله ليكون راعي الرعى كان يبكي بمرارة بنيوت أفاكيريلوس عظيم في جهاده حاكم في إرشاده اختاره الرب إلهه بنيوت أفاكيريلوس سمع قول الرسول ووبخ الكاسول فدم نفس الباتول بنيوت أفاكيريلوس أشفق على القاطع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيوت أفاكيريلوس لم يخطب ود المدح أرشد المنافقين.